انت متأكد يا ابني ان انت مخبي الفلوس تحت البلاطه؟ اه والله، بس مش فاكر انهي بلاطه. لما نشوف تحت دي كمان. انا مش هيرتاح ولا يهدى لي بال الا لما اعرف فلوسي فين، لو هكسر بلاط الشقه كله. ايوه منين شنب؟ اهي فلوسي اهي. هات. الحمد لله يا رب، كان قلبي هيقف يا ابني والله. ايه ده؟ تخلتنا نكسر بلاط الشقة كله عشان 5 جنيه بس؟ فلوسي يا ابن عمي. ايوه بس البلاطة دي ممكن تشيل 30 جنيه عادي. انت مجنون؟ انت عايزني احط 30 جنيه تحت البلاطة واضحي بيهم في التراب ده؟ انت دماغك يا ابني فاضية؟ انت الفراغ اللي في دماغك ده مش هيتملي؟ ايوه بس ممكن برضه كنت تشيلها تحت المخدة بتاع كده يعني. ايه اللي ايوه؟ يا نهار ابوكوا اسود، ايه اللي عملته ده؟ والله هو ياما اللي كسر البلاط ياما والله. قلت له ما تعملش كده، امك هتزعل. قال لي بلا ماما بلا كفته، حتى بيقعد في السايبر يقول عليكي كفته والناس كلها عارفه. وقلت له بتعمل كده ليه؟ قال لي ما انا مش لاقي حاجه اعملها ياما. ابنك عبيط. لا ياما ده كدب ياما. والله ياما والله هو اللي قال لي نكسر البلاط تحت مبلغ ضخم ياما. فعلا كسرنا طلعنا 5 جنيه ياما. اهي ياما. طب بذمتك انت قصه مين اوقع؟ بس بقى حرام عليكم، كل يوم تخرجوا بره البيت تعملوا لي مصيبه في الشارع وتجيبوا لي الكلام مع اللي يسوى واللي ما يسواش وتخلوا رقبتي زي السمسمه، ولما تتنيلوا تقعدوا في البيت تعملوا لي مصيبه جوه البيت، يعني مصايب بره ومصايب جوه. حرام عليكم، كفايه بقى، اطلع بره. اطلع بره يالا. اطلع بره لوحدي ياما ولا هو يطلع معايا بره؟ امشوا يا ولادي. اجري يالا. امشوا امشوا. ياه ليه؟ حول الله. تعال كداب وظالم يالا، انت ظلمتني في الصاله جوه. انا برضو اللي ظالم؟ امال هي تبقى ايه؟ دي خرفت خلاص، كل ده عشان كسرنا بلاط؟ فيها ايه يعني؟ كنتش عارف ان البلاط بيجرح قوي كده. يا ريته كان باركيه يا اخي، يا ريته كان باركيه. صلي على النبي. الشقه كلها باركيه دلوقتي، الا احنا ليه؟ خلاص انت هتكفر. احمد ربنا يا عبيط انه كان بلاط، لو كان باركيه ما كناش عرفنا نخلع فرده واحده ونخرج ال5 جنيه. واهي سليمه اهي الحمد لله، وارقامها كلها موجوده. طب هنعمل ايه في فلوس الحفله؟ حفله؟ حفله ايه دي؟ ده انت عامل لي قور ومتشملل لي قوي ودافن لي ال5 جنيه فين؟ تحت البلاط. ده ما اجيب لناش باكل بنسي احر ال5 جنيه دي. طب بتزعقلي؟ اه. طب وربنا لا اقول على ال. لا خلاص والنبي. شكلك بيبقى وحش. اه والنبي. وانت عارف منظرك بيبقى عامل ازاي؟ معلش والله. طب كوكو واوا بقى. طب كوكو ايه؟ واو. ايوه فهمت كنا بنتكلم في ايه؟ فاش دي الام، واللي انت عملته مش شويه. يلا اعتذر لها، يلا وبوسها من دماغها، يلا وقول لها حسبي الله ونعم الوكيل على اللي انت عملتيه فينا. يلا اسف ياما، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص معلش، عمري ما هعرف ازعل منكم. يلا ادخلوا البسوا هدومكم. هو احنا عريانين ياما ولا ايه؟ ياما متكلمي عادي ياما. بس يا واد انت وهو بقى غيروا هدومكم عشان هنخرج. هنخرج؟ ليه؟ عشان خلعنا البلاط يلا، علي النعمة بكرة نخلع لها السقف على الأرض. يلا بينا، يلا بينا. ده لحم حمير، ما دام الكمية دي نازلة يبقى حمير. حمير إيه يا حمار أنت؟ ده ماكس جريل. كمان خنزير ياما. أنت عبيط يلا، يلا كلوا بالهنا والشفا، أنتوا ما أكلتوش من الصبح. طب معاكي فلوس ياما ولا هنتضرب بالحزيمه النهارده؟ معايا ما تخافوش، معايا فلوس الاجزخانه اللي بتنقطني بيهم كل شويه اللي ما تتسمى. بركه. لا صحيح ياما، هي مش الفلوس دي ياما اللي كنت هتجيبي بيها الغساله الشهر الجاي؟ خلاص صرفت نظر، اصل الكهرباء عماله تزيد كل شويه، فقلت انتوا تاكلوا لحمه اولى ما الغساله تاكل كهرباء. عيني العقل ياما والله. هات بقى. هاتلي احسن والله العظيم، كمم الريحه يا تحفه. دماغي ضربت. بقول لكم ايه، انا عايزه احس ان انا ما ربيتكوش غلط، ها؟ عشان ما تعايرنيش بيكوا كل شويه ثانيه المخفيه. عايزاكوا بقى تتجدعنوا كده وتعتمدوا على نفسكوا وتشدوا حيلكوا وتشوفوا لكم شغلانه بقى. انا عايزه اطمن عليكوا يا حبايبي، انا مش قاعده لكم في الدنيا. ما تهمدي ياما بقى في مكان بقى، انت مسافره رايحه فين؟ امال هتقعدي فين لما مش هتقعدي في الدنيا؟ ايه يا ولد؟ هو انا هخلل فيها؟ ما كلنا هنموت. العمار بيد الله ياما، انت مش عارفه ممكن الواحد يبقى ايه بعد كده، يمكن تخش في جسم حد تاني زي فيلم سهر الليالي.
الله يرحمك يابا، مت وما سبتناش الابيض ولا اسود، وسبتلي اخ معطلني. انا عارف ان انا عندي شويه مشاكل، بس برضو ده ما يمنعش ان ابوك عمل حاجه حلوه لما اتجوز امك. امك ست عظيمه تستاهل الدنيا كلها تحت رجليها. كان نفسي يبقى معانا فلوس التذاكر عشان نتصور مع هيفاء ونرفع راسها. اه، ونحرق دم عمتك البومه دي اللي فرحانه بصور ابنها حسونه قوي. احنا ممكن يبقى معانا فلوس يا ازاي؟ بالشغل. احنا ننزل نشتغل اي حاجه، ان شاء الله نبيع شامبو في الاشارات. في الاشارات؟ اسمع الكلام اللي هقوله لك ده يا صاحبي كويس. انا عشت كتير على الارض، شفت حاجات لا يمكن تتخيلها، شفت الخير وشفت الشر، شفت الشروق وشفت كمان الغروب، شفت القصب وهو بيتعسر، وشفت البطاطس وهي بتتقلي، شفت البيض وهو بيتسلق. انا رحت اسكندريه مرتين. ياه، ده انت طلعت جبل يا جدع. عشان كده عايزك تتعلم مني يا بركه.